هذه بلادكم. الله يصلح بلادنا من بلادنا. باش نسكي بحياتي في البوطي يفرق ترمينيك في بلادنا. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من حصتكم صالح جدا. اليوم نزلنا للشارع ورايحين نسألوا المواطن الجزائري ونقولوا له أعطينا حاجة تعرفها أنت تقدر تفيدنا بها ونشوفوا كيفاش تكون الإجابة. تابعوا معنا. أعطيني حاجة تعرفها أنت تقدر تفيدني بها. في ذاك الدين نقدر نقول لك الحاجة اللي تفيد الإنسان وتنفعه هي أنه يصلي صلاة في وقتها. هي هكا خطر الإنسان شقول مخلوق خلق ربي به العبادة. أعطيني حاجة تعرفها أنت تقدر تفيدني بها. نفيد كاع الجزائريين. لو كان تايا تحب صاحبك وأنا نحبك ونحبوا هاد الاخ ونحبوا هادو يتحبوا بيناتهم نعيشوا شغل الماريكان اخو مازال نحوسوا على سكنه لا العدس لا اللوبيا لا المقارو لا والو اون في لا بيل في نعيشوا حياه سعيده. لازم نحبوا بعضنا. نحبوا بعضنا اول حاجه فوق الارض. كاين بزاف اللي ما يعرفش باللي لازم تحب بعضها. ما يعرفوش الشعب، هو اخوه داخل دار يكرهه، ينباه يقطع فيها الجزائري تقول يحبه واش يحبه. لو كان يتعلموا الحب تاع الناس. ما ينجموش واعر عليهم. لو كان يتعلموها. يتعلموها. شغل كي تنجم تقول بلي فلسطين تتحل تسقل. أعطيني حاجة تعرفها أنت تفيدني بها. اتقي الله. اتقي الله. كيف هذوك نفهمك. من اتقي الله جعله مخرجا ورزقه من حيث يحتسب. هذه عن تجربة عن كلش. اتقي الله في المحارم في كلش. وربي جعلك مخرجا ويرزقك من حيث تحتسب وربي بعد عليك البلا والمصايب. مانيش عارف راه قلت تسقم حياتك ربي يبارك لك في صحتك في هذه الامور بصح كت هي عن تجربه هي بربي ان شاء الله. يعني صلات في وقتها تغير لك حياتك. ها تغير حياتك هي بصح لو كان كشغل حتى كشغل ثاني ما لازمش ترقد عليه. اعطيني حاجه تعرفها انت في ضمانك تقدر تفيدنا بها. السلام عليكم. واش نجم نفيدك؟ نفيدك انايا في الفلاحه باغ اكزومبل نقول لك على الخضره اللي راهي منفخه هكذايا كاع راه مضروبه بدواوات. تلقاها منفخه جميع حاجه تلقاها تقول لكم لي بونج عارف بلي كيما البطاطا تلقاها خضره عارفها بلي راهي مضروبه. راك فاهم كيفاش؟ لازم ما تديهاش لازم ما تديهاش باش الفلاح يخدم خدمته باش كي توصل من المونداتير تولي أمو المستهلك يدي حاجه بدراهمو يدي حاجه أمو مقيه. تراك في الدومين تاع الفلاحه كيفاش تعرف بلي هذيك الخضره فيها الدواء؟ هي الخضره شوف اللي راهي فيها الدواء قاعد كي تحطها في لاكونجيلاسيون تلقاها تسيح تولي تدخل الماء فاهم كيفاش؟ كيما نقولوا البطاطا هذه اللي راهم يديروها في لي شومبر فروات كي يخرجوها بلوس دو 3 جور تلقاها تولات زرقاء خلاص ميم با 3 جور تولي زرقاء. لازم ما يديهاش الشعب لازم ما يديهاش الشعب راهو بدراهمو ما يديهاش. انا استاذ تربيه تشكيليه في مدينة مغنية ولاية تلمسان وأنصح دائما تلامذتي باش ما ينساوش أنهم النسيان يتعمد النسيان. يعني يقدر الإنسان أنه ما ينساش يقدر الإنسان ما ينساش على خطر النسيان هو عمل اختياري. يعني هذاك اللي ينسى هو اللي راه يختار باش ينسى يقدر ما ينساش. طبعا طبعا نقول لك غدوة جيب لي الكراس ونعطيك مليون مهما ينساش باش يجيب الكراس بصح تقول له غدوه جيب الكراس بلا ما نعطيك والو ما يجيبوش. علاش؟ على خاطر لانها معلومه غير مهمه. باش الانسان ما ينساش خص كل المعلومات يديرها في راسه خاطر المخ الدماغ نتاعنا يعتبر المعلومات المهمه ما ينساهاش يكلاسيها الاولى في الدماغ تاعو. دونك باش ما ننساوش خصنا نحطوا كل المعلومات في الدرجه الاولى. اعطيني حاجه تعرفها انت تقدر تفيدنا بها. يا خويا واش نقول واش نجم نقول لك انا اكتوالمون الوقت اللي انا فيه لازم القرايه اخو لازم القرايه وقد ما تروح بعيد من الهليك باسكو شوف ما يبقى والو في هذا قرايتك هي كلش خو قرايه ولي باكاج خو لي باكاج. واش زادت لك القرايه؟ زادت لي بزاف حبايج زادت حياتي كاع قرايه والحمد لله نستها نخدم بها نخدم بها وكلش بها. انا نقول لك اتقي الله حقا
بعد معرفتك بالله الحق. لان شوف لان هذه ينطلق منها شيء اساسي، لو ان الانسان يدرك حقيقه الله سبحانه وتعالى وانه احاط بكل شيء علم يقينيا، كما نقول نشوف انا هذا، اسمح لي نشوف انا هذا الاخر نشوفك انت يقينيا، نولي سواء في العمل السياسي نتاعي نخلص في بلدي في العمل، البقال يخلص في عمله، تنتظم كل امور الحياه. التقوى الحقيقيه عن طريق يقين وعلم، فهمتني؟ يقيني تستقيم كل حياتي، ماشي غير في الجزائر، في العالم كله، فهمتني؟ لان علاش؟ الله هو الخير المطلق، هو العلم المطلق، هو الحياه المطلقه، هو القدره المطلقه. كي تعرف انت هذه الحقيقه وتعرف الاوراق في كل صغيره وكبيره وتحس باللي ما يصلح لك يصلح لي، فبالتالي صلاحك صلاحي. اعطيني حاجه تعرفها انت تقدر تفيدني بها. راك طلعت لي مشكله الصحة، لا سونتي، الصحة تدل على سونتي تاعك. أعطيني حاجة تعرفها أنت تقدر تفيدنا بها. نعرفها ولا عندي كاسبها؟ تعرفها. أنا نعرف دراهم خويا، وكي نعطيهم لك تفيد روحك. واش تعرف؟ دراهم خويا، دراهم موكا راح موكا محينك، هما يسلكوا كل والصحة كما قال عمر ثاني خويا، باسكو كاع الصحة إلا راحت لك يا شيخ. بلاد هذه يا وليدي بلادكم. Ma il bordo di preferire il cittadino.